تقريبا منذ ساعة من الآن صفارات الإنذار لم تتوقف في المناطق الشمالية، تحديدا في مستوطنة كريات شمونة، في الجليل الأعلى، في الجليل الغربي، أيضا في الجولان، وأيضا تحديدا الجولان الشمالي. وبالتالي نتحدث أن معظم تقريبا المناطق الشمالية يكون فيها صفارات الإنذار تقريبا منذ ساعة من الآن لم تتوقف الصفارات. نتحدث عن 200 صاروخ أطلقوا من الجنوب اللبناني، أيضا نتحدث عن 20 مسيرة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المناطق الشمالية. حزب الله تحدث أنه استهدف ثكنات عسكرية ومواقع عسكرية تابع للقوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. أيضا قبل قليل الحديث عن إصابة جندي إسرائيلي وتم نقله بمروحة وحية عسكرية إلى أحد المستشفيات القريبة في المناطق الشمالية. أيضا سقوط شظايا صواريخ في مباني في منطقة عكا تحديدا، حيث أيضا صفارات الإنذار كانت تدوي قبل قليل. وبالتالي أن القبة الحديدية هذه المرة لم تستطيع إسقاط جميع هذه الصواريخ لأنها أطلقت دفعة واحدة، وبالتالي من غير الممكن أن تكون هذه المنظومة قادرة على إسقاط 200 صاروخ دفعة واحدة. وبالتالي عشرات الصواريخ استطاعوا أن يخترقوا الأجواء الإسرائيلية والوصول إلى المناطق الشمالية. كان هناك حرائق كبيرة وضخمة جدا في الجليل الأعلى وأيضا في هضبة جولان المحتل تحديدا في المناطق الشمالية. وهذه هي الصورة حتى الآن. من المتوقع أن يكون هناك أيضا ردود فعل من الجانب الإسرائيلي. قبل قليل الجانب الإسرائيلي تحدث أن القوات الإسرائيلية أيضا تقوم الآن باستهداف بعض المناطق في الجنوب اللبناني. ومن ناحية أخرى من المتوقع أيضا أن يكون هناك استكمال لإطلاق مثل هذه الصواريخ خلال الساعات القريبة القادمة. وبالتالي رفع حالة التأهب ما زالت موجودة والاستعدادات الإسرائيلية على أوجهها. هل الاستهدافات الأخيرة من جنوب لبنان على منطقة نائية لا يوجد بها سكان إسرائيليين أم هناك تسجيل لعدد من الإصابات؟ حتى الآن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي هو إصابة جندي إسرائيلي واحد وإصابات، يعني هناك طبعا بعض المباني، ضرر مادي لبعض المباني في عكا وبعض المناطق المختلفة، ولكن حتى الآن لم يكن هناك إصابات إلا إصابة واحدة تم الإعلان عنها حتى الآن من قبل أيضا الإعلام الإسرائيلي. جندي واحد تم نقله إلى المستشفيات الشمالية. ولكن الصواريخ هي بطبيعة الحال أرادت أن تستهدف ثكنات عسكرية ومواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية تحديدا في الجليل الأعلى والجليل الغربي. ولكن أيضا كان هناك استهدافات في مستوطنة كريات شمونة وبعض المستوطنات الأخرى هي أيضا موجود بها عدد من المستوطنين. ولكن كما تحدثنا في الماضي أن معظم المستوطنات الشمالية بالأساس هي مخلاء منذ بداية التصعيد على الجبهة الشمالية. وبالتالي 120 ألف من المستوطنين الإسرائيليين هم خارج المستوطنات خارج المواقع الشمالية بسبب التصعيد مع الجنوب اللبناني. طيب هذا هنا فيما يخص التصعيد الأخير على شمال إسرائيل، ولكن إن عدنا وتحدثنا في المسارات السياسية، الاتفاق والهدنة التي ممكن أن تتم ونجاح هذه الصفقة والمقترح ما بين إسرائيل وحركة حماس، كان في بعض النقاط سلمتها حماس للوسطاء لتسلم بعد ذلك لإسرائيل، هل هناك تبيان لهذه النقاط وافقت عليها حماس بالفعل وسنذهب في صفقة أم الأمر يحتاج مزيد من الوقت؟ حقيقة وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت صباح اليوم تحدث لعائلات الأسرى الإسرائيليين وقال بأن إسرائيل الآن هي قريبة من صفقة أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي هذا أيضا مؤشر من إسرائيل بأن هناك تقدم حتى لو طفيف بموضوع الصفقة. وأيضا حسب طبعا مصادر معينة لبعض الصحف الإسرائيلية تداولت بأن إسرائيل تدعي بأن هذه المرة ربما أكثر مرة إيجابية يكون فيها ردا من حركة حماس، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك يعني دراسة لهذا الرد من قبل إسرائيل، ومن ثم أن يكون هناك ردا إسرائيليا لهذا المقترح. وبالتالي يعني حسب الصحف الإسرائيلية حتى لو كان هناك يعني ردا إيجابيا من إسرائيل على هذه النقاط سوف يحتاج أسابيع للتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى. نعم، الإعلام الإسرائيلي قبل قليل تأتي معلومات بأنه صرح عن الهجوم في الشمال بأنه تطور محدود والأمر ما زال تحت أو
أو لا يزال الأمر في شمال إسرائيل تحت السيطرة بعد استهداف الشمال الإسرائيلي من جانب حزب الله ردا على مقتل أحد القياديين بغارة إسرائيلية وطائرة إسرائيلية مسيرة الليلة الماضية. طيب لانا، كنت أريد أن أسألك أيضا فيما يخص، كان هناك اتصال مرتقب ما بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، هل هناك تفاصيل متى ممكن أن يكون هذا الاتصال؟ ما هي النقاط الهامة التي سيتم النقاش حولها تحديدا فيما يخص موضوع الهدنة أو مواضيع أخرى؟ بالأساس هذه النقاط التي يتم الحديث عنها بخصوص الصفقة هي بالأساس ربما مقترحا أمريكيا إسرائيليا، يعني تم أيضا مساعدة الولايات المتحدة بوضعها أو كتابته حقيقة، وبالتالي هذه الاتصالات ربما تتمحور حول الأوضاع في المنطقة الشمالية، طبعا خاصة بأن الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية كانت تدعي بأنها لا تريد تصعيدا في الجبهة الشمالية، ولكن بنفس الوقت تقول إن كان هناك يعني وضعا اضطراريا للتوجه إلى حرب في الجنوب اللبناني فهي سوف تدعم إسرائيل في هذه الحرب. ولكن من ناحية أخرى نحن الآن نتحدث عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وربما يكون هناك حديث عن تفاصيل هذه الصفقة وكيف من المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على هذه التطورات. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من القدس، مراسلة الحدث لنا كل غاصية.